فتوى الخميني أفتى مرجع كبير وحلل الخميني في تحرير الوسيلة المجلد الأول 352. يبقى واحد 352 مرة ثانية اسم الكتاب تحرير الوسيلة الجزء واحد 352 إلى الصفحة بقوله والأقوى، يعني القول الأقوى عندهم فقهيا، إلحاق الناصب بأهل الحرب، الحق السني بأهل الحرب، ده معنى حرب إلى أن نموت، خلي بالك زي بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم، شوف، وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان. بالقتل ماشي، بالنصب ماشي، بالسم ماشي، بأي طريقة كانت ماشي، شوف، ووجوب إخراج الخمس. انظر أيضا الحدائق النادرة 10360 ليوسف براني فيها أخطر من ذلك بكثير. طب أنا عايز بقى الرجل اللي بيكرهني دي اللي عامل عالم كبير، اسمعني وأرجو أنك تكون كأب واسمعني وبعقلية وعارف أنك متابعني من الشباب، اسمعني جيدا، هل إلا قول الخميني بالحرف الواحد في أكثر من ذلك، في القتل، سفك الدماء، في سرقة الأموال، في إباحة كل شيء عندنا. شوف يا سيدي، قال السيد حسين الموسوي، قال السيد حسين الموسوي الذي فجروه بعد ما كتب ذلك، وميت شيعي بس كان بيرفض كل ما عليه الشيعة من أفكار ومعتقدات. خلاصة المسألة، بقول لما انتهى حكم البهلوي في إيران على إثر قيام الثورة الإسلامية وكان ليه كله راح يسلم على الخميني وكله راح يهنيه، وللأسف راح من مصر ناس تهنيه ومن الدول الخليجية. صحيح. المهم فبقول أنا رحت طبعا لأن ده أعز صديق له، بقول فواقع التهنئة علي شخصيا أكثر من هؤلاء لأن في صداقة شخصية تربط الاثنين، ده أكبر مرجعية في النجف، وده كان معروف أنه كان في العقد قبل النفي إلى باريس ثم الاتجاه إلى هناك. شوف يا سيدي، بقول إثر عودتي من منفى باريس رحت له فرحب بي كثيرا، وكانت زيارتي منفردة عن زيارة وافد علماء الشيعة في العراق، أنا غيرهم لأني ده أكبر رأس. شوف اللي جاي، وفي جلسة خاصة مع الإمام قال لي، نسمع بقى كلام مين؟ الخميني. ولذلك أنا بقوله ما هو الكتاب صفحة 85 86 كتاب التبرئة، كتاب التبرئة، كتاب التبرئة، بيقول إيه بالنص؟ شوف يا سيدي، قال له سيد حسين، يعني الخميني يقول له يا سيد، يعني بيكلمه سيد حسين اللي هو الموسوي، آن الأوان، آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم، سنسفك دماء النواصب. الخميني اللي بيقول سنسفك دماء النواصب، هنسفك دماء السنة بالكامل، ما تقوليش بقى بيعد لليهود وهقتل اليهود يا راجل، ده يدعى اللاوي الشيعي لأنه علماني ورفض التشيع، ده جملة وتفصيلا، وهو اللي حكمته تمسك، أمريكا رفضت إلا أن يكون الأمر بإيد إيران، وإيران اللي تختار. فين بقى اللي بين أمريكا وإيران؟ إيه المسلسلات دي؟ إيه الأفلام اللي على رأس الكل دي؟ مش بقول لك اختلاف مصالح في الكعكة الخليجية، إنما هنا لا، عقيدة لا، عايزينهم مع الشيعة يقطعنا رجالتنا. أهو شو بقولوا إيه؟ آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم، سنسفك دماء النواصب، يعني هيسفكوا دماء نحن. الخميني ممكن كده ويبقى معاه بقى جيشه ومعاه قواته يخلص عليه الإمبراطورية الفارسية تعود مرة أخرى، وده عمله في القوات السنية كلتها. صحيح. اللي كانت موجودة ولازال حتى الآن، ذبحهم بالإجماع ولازال حتى الآن. جيبوا الإيه؟ سنسفك دماء النواصب ونقتل أبناءهم، حتى الأطفال ما فيش رحمة. طب ده لسه طفل، أبو أولادنا ذنبهم إيه؟ الرضيع ذنبه إيه؟ الطفل اللي في أولاد ابتدائي وتاني ابتدائي ذنبه إيه؟ ده ببين لك إن العالم دي ما في ذرة من قلب ولا ضمير ولا إنسانية، ناهيك عن الدين. شو بقوله إيه؟ ونقتل أبناءهم ونستحي نساءهم، لا، وهنفعل المعصية والفواحش بالنساء، مش أطهار، مش أطهار. الراجل اللي راح العراق ونزل ضيف على واحد ويجمع بنته طول الليل اللي عندها 4 سنين ونص وتصرخ طوال الليل منه وعامل لي إمام، مصيبة. شوف بقول لك إيه، سنسفك دماء النواصب ونقتل أبناءهم ونستحي نساءهم. شوف بقول إيه كمان، ولن نترك أحدا منهم يفلت من العقاب، لا طفل ولا امرأة، إبادة جماعية ولا شاب، إبادة جماعية. يا أخي أقسم بالله شارون ما قال الكلمات، أيوه نتنياهو ما قال الكلمات دي، الخميني قال الكلام دي، أسأل الله ياخد شارون ونتنياهو وياخد اللي زي الخميني. مهم، ولن نترك أحدا منهم يفلت من العقاب، وستكون أموالهم، الأموال بقى تعالى بقى للسرقة، خلصنا من القتل، احنا ماشيين من الترتيب، تعالى للسرقة بقى يا حبيب،
وستكون أموالهم خالصة لشيعة العراق، يعني لشيعة أهل البيت، خالصة لشيعة أهل البيت. شوفوا اللي جاي بقى، أخذ نفس أصلا مكروه، معلش. بقول لك الأموال بتاعنا تبقى خالصة لشيعة أهل البيت. وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض. أركز بقى. أيوه. ونرجع نفكر بقى الاحداث اللي حدثت بالفعل بعد وجود الكوميني. المسخره اللي حصلت في الحرم المكي. يعني اكثر من موضوع، مش موضوع واحد. متكرره. يعني وكانوا عايزين يعملوها في الحرم المدني. أيوه. العام صحيح. الماضي. صحيح. انا كنت صحيح. هناك. أيوه. بعدها. شو بقول لك ايه؟ وسنمحو مكه والمدينه من وجه الارض. انا بقولها للوالد السني اللي قاعد يطعن في السنه ويشكر في الخميني. عندي ذره رد علي. كتاب المساوي موجود. وانا حتى قاعد اطبع منه 2000 ب2000 لله على نفقتي ووزع، ما تغررش بالناس اهو. وسنمحو مكه والمدينه. على فكره لو عندهم ذره عليه والله والله ما كانوا سابونا على ارض الاسلام، امنيتهم يصلوا لي باي شكل. شوف يا سيدي، وسنمحو مكه والمدينه من وجه الارض لان هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين، ولا بد ان تكون كربلاء ارض الله المباركه، ولا بد ان تكون كربلاء اللي قتلوا فيها الحسين رضي الله عنه وارضاه، ولا بد ان تكون كربلاء ارض الله المباركه المقدسه قبلة للناس في الصلاه. هنمحي مكه، هنمحي المدينه، ونغير القبله، والقبله تبقى على كربلاء. اللي ما يتوجهش لكربلاء يذبح في الحال. طيب شو بقول لك يا سيدي؟ قبلة للناس في الصلاة، وسنحقق بذلك حلم الأئمة عليهم السلام. للخميني. شوف. كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار، تأليف السيد حسين الموسوي من أئمة علماء النجف، صفحة 85-86 لمن أراد المراجعة. نحن بنتكلم في حدث أو في 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 الموضوع ده، يعني بنتكلم مثلا سنة 78-79. يعني أنا بنتكلم إن هو مش بنرجع للمرجعيات القديمة بتاعتهم ولا كتبهم القديمة عشان يشكك فيها، أنا بنتكلم إن الخميني الكلام ده حصل بدأ من سنة 77-78 تقريبا. لا وبعدين؟ أنا بقول اسم الكتاب كامل أهو، كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار، تأليف السيد حسين الموسوي، بسألهم هل هو مات سني؟ ميت شيعي. مش كده وبس، من اكابر علماء النجف وائمه النجف. الصفحه 85-86، اجيب لك اكثر من كده. معي؟ تمام. طيب نخلص بقى. احنا قصه الدماء والاموال اللي هو الاباحه عموما في حد ذاتها، اللي هو بلخصها الخميني عليه رحمه الله، لخصها في الوصيه اللي وصاها لحسين الموسوي، ان هو الاباده الجماعيه زي ما حضرتك اشرت في موضوع القتل، وفي موضوع ان احنا استحلال الاموال، وان هو القضاء على مكه والمدينه وتغيير القبله الى الكربلاء. يبقى ده احنا يعني بنخلص منه في هذه النقطه، ونستكمل النقطه الاخرى المرتبطه برضه بنظره الشيعه او مؤامره الشيعه او تحديات الشيعة لأهل السنة فيما يتعلق أنجاز. أيوة النجاسة، إنهم بيعتبروا إن السنة هم الأنجاز، رغم إحنا بنتكلم على ناس يعني يستحلوا كل شيء وزواج متعة. بقول لحضرتك بس يعني ملحوظة، إحنا عندنا يعني في 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 المدينة اللي إحنا موجودين فيها دلوقتي من 6 أكتوبر هناك مادي شيعي نصراني تحالفي بشكل غير عادي، الأعمال التجارية وما شابه. أذنوا يعني. هنا في حي أكتوبر وحي على خير العمل. دول الشرطة اللي راحت وقفت المنزل. نستكمل في الملف من نظرة الشيعة للمسلمين على أنهم أهل النجف. يعني طبعا أنا مش عايز أقول سنة وشيعة، عايز أقول الشيعة والمسلمين عشان بس نحن نفرق يعني. قال مرجع الشيعة، بقول مرجع جاري بضحك والله مرجعي. قال مرجع الشيعة الهالك آياتهم العظمى محسن الحكيم له كتاب اسمه مستمسك العروة الوثقة. والله اسمها تضحك والله، مستمسك العروة الوثقة. هو يسمع العروة الوثقة. المهم خلينا مع محسن الحكيم لنشوف بيقول إيه. الجزء الأول الصفحة 392-393 مرة ثانية أهو. الجزء الأول 392-393 طبعة 4، لا يقول لك ده الطبعة الأولانية الصفحة دي كانت سابقة مش كلمة دي فيه، الطبعة الثانية كلمة دي مش فيه، لا. الطبعة الرابعة مطبعة الآداب بالنجف سنة 1391 هجرية. 1391 إيه؟ هجرية. في أكثر من كده بيانات بالله عليك فيه؟ لا طبعا لا. اجيب حاجه ثانيه اروح اجيبه؟ اجيبه من نجف؟ طيب اسمع يا سيدي. احنا بنتكلم تقريبا في 42 سنه تقريبا او 40 سنه. شو يقول ايه؟ وبما في التهذيب بعد نقل ما في المهم ان المخالفه لاهل الحق يعني السني المخالف للشيعه كافر،
فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل. وكيف كان؟ فالاستدلال على النجاسة طار الإجماع المحكي. يعني الاستدلال في إجماع على نجاسة المخالفين اللي هم أهل السنة إجماع استوسك العروة وفقة كما ذكرت. للتوضيح أكثر أجبها لك لما تكونش واضحة عند المشاهدين. يقول مرجعهم الأسبق محمد قاظم الطبطبائي في كتاب العروة الوثقة، أيضا برضو عروة وثقة، الجزء الأول صفحة 68 طبع الطهران بإيران. شو بقول إيه؟ لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب. السنة كل دول أنجاس، ما فيش أي خلاف ولا إشكال في ذلك. ويقول علامتهم آية الله الحسن بن يوسف المهم المعروف بالعلامة في كتاب نهاية الإحكام في معرفة الأحكام الجزء الأول صفحة 274 طبعة بيروت، قال والخوارج والغلاة والناصب والسني، والناصب وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم السلام أنجاس. أنجاس تعال. ويقول آياتهم العظمى روح الله الموسوي الخميني في كتابه المعروف تحرير الوسيلة الجزء الأول صفحة 118 طبعة بيروت، وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف، ما فيش كلام على الإطلاق، دول أنجاس. أنجاس تعال بقى نشوف بقى كلام أقذر واحد في القوم اللي هو نعمة الله الجزائري، يقول بالحرف الواحد في حكم النواصب أهل السنة بين قوسين إنهم كفار أنجاس بإجماع علماء الشيعة الإمامية. بالحرف بالحرف. شو أنا برجع تاني راجع الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 206-207 مرة ثانية، راجع الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 206-207 بيقول إيه؟ نعمة الله اللي هو مش نعمة نقمة، نعمة الله الجزائري في حكم أهل السنة، قال إنهم كفار أنجاس. مش بس كفار، أنجاس. إنهم كفار أنجاس بإجماع علماء الشيعة الإمامية، مش كده بس، وإنهم شر من اليهود والنصارى. لذلك الولد الكويتي الملعون اللي الوقت في لندن اللي اسمه ياسر الحبيب حيث لا يسرى ولا محبة، في طبعا موجودة المحاضرة على النت موجودة صوت وصورة، وهو بيقول لك مجيء كلام قال إن عدونا الأول، وقوله بخنفة الخنفة بتاعت أهله دي، إن عدونا الأول ليس هو إبليس وليس اليهود، إن عدونا الأول عمر بن الخطاب، إن عدونا الأول عمر بن الخطاب، والثاني هو أبو بكر، والثالث هو إبليس. بل دول أعدائك، أسأل الله أن يدمرك وأن يدمر أهلك وأن يدمر من اتبع عقيدتك. المهم